في قوله والله على كل شيء قدير، هذا أعم العموم. نعم، غير يعني مخصوص. إيه، غير مخصوص بشيء. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، وهو قادر على كل شيء. نعم، ولذلك لا يخص منه شيء. أي نعم، قال والله على كل شيء قدير، وهذا من دلائل الألوهية العظيمة، لأن الإله هو الذي يقدر على كل شيء. أما من ادعيت إلى ألوهيته وهو عيسى، وهو عيسى أو الأصنام أو غيرها، فإنه لا يقدر على شيء. صحيح. نعم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. 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 فانظر فرق بين. أنا في هذا الموطن لا أحب أن يذكر شيء من الاستثناءات. بعض المفسرين يقول والله على كل شيء قدير خص العقل منها ذاته فليس عليها بقادر، فهذا يعني فيه شناعة لهذا العموم العظيم، حتى فيه شناعة في النظر. أي يعني، ولذلك لا ينبغي ذكره. صحيح. ولا بل ينبغي إطلاق ما أطلقه الله سبحانه وتعالى لتبقى في النفس هيبة هذا الإطلاق، والله على كل شيء قدير. فالله يقول كل شيء، وأنت تريد أن تدخل استثناءات وغيرها، هذا لا يليق.